صباح الخير. أثناء إجراء عملية الفورمات بتيجي على اللي هي الاس دي كارت الميموري، وبنيجي نعمل فورمات وبنختار ان تي اف اس للفايل سيستم مش الاي اكس فات. يعني غالبا هتلاقي انت ظابط الفورمات عندك على الاي اكس فات، فالان تي اف اس هو ده اللي المفروض يبقى عليه. وبعد كده بنعمل ريستارت للفورمات، المفروض ان هو هيعالج لك المشكله بتاعت الملفات ديت وهينهي المشكله دي.